حكينا عليه، لأنه بالنهاية المحبة والاحترام موجودين. بس أنا معروفة إنه بس حدا يستفزني كبلدي وبنت بلدي وما بقدر أسكت. بس هي وتحية لمحمد رمضان، هيدا الشيء كثير عظيم وكبير يعني. وأنا بالنسبة لإلي كمان لما بتعمل هيدا العمل لفنان كمان راحل بتكون عم بتحييله ذكراه، تحييله أعماله، بتمنى أنا أعملها بدون أهل ما موت. بعد عمر طويل إن شاء الله. أي بقى هذا الشيء كثير حلو أكيد. روعة. والله يعني بعد خبر إنه أنا حابة كنت ألبس كفتان بس ما حدا رد علي، ما بعرف ليه. هو اعتمد على نفسه، هو عنده كاركتير عن جد كثير مميز، لأنه عند الثاني عنده كاركتير مش مميز أبداً. هيدا الصبي اللي هو جورجي كاركتيره إنه بحب ما يقولوا إنه هيدا ابننا لنوال الزغبي، ما بده، بده يقولوا إنه هيدا جورجي. هو بده يتعب على حاله، هو بده يشتغل من الزيرو يعني، وما بياخذ مني أرجام أبداً، ما بياخذ مني مصاري. منروح بدنا نعمل شوبينج ما بيقبل اشياء براند، بحبي لانه بيقول لي ماما انا الموظفين اللي انا بشتغل معهم ما بيقدروا يشتروا هيدا البراند، انا ليه بدي اروح لعندهم بالروم سيرفيس وفرجيهم انه انا عندي براند؟ يعني ام براود لانه عندي صبي مثله عن جد. وبتمنى كل الشباب والصبايا يعتمدوا على حالهم، لانه عن جد بس الشخص يعتمد على حاله بيوصل.